هاي يا مزاز، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. من اول النهارده هحاول انزل فيديو كل يوم عشان اتواصل معاكم بشكل اسرع وبشكل احسن، وهرد على سؤالين او 3 اسئله من اللي بتسالولي، سواء في الفيديوهات او سواء برايفت او على الفيس او على الواتس، وبيبقوا عايزين ليهم حلول. وانا بصراحه اللي دلوقتي معايا الايام دي بقت بصوا حاجه عادة عندي، لان انتوا زي ما انتوا عارفين طبعا انا بجهز نفسي وكده، ومامتي تعبانه جدا الايام دي ومستنيين الدكتور وكده يتكلم، فيعني في حاجات كتير جدا حصلوا لي الايام دي وكده. فنبدا يلا الفيديو النهارده، ريفيو عن جهاز اللي هو المفروض ازاله الدهون من الوجه، هنتكلم عنه بالتفصيل. يلا بينا نبدا. اول سؤال كان جاي لي، هو انا شعري طويل جدا بس حصل له تساقط وبقى خفيف قوي، بس هو طويل بس خفيف جدا. اول حاجة اقولها لك، قصي اطراف شعرك بانتظام كل 3 شهور، مش اقل من كده ومش اكتر من كده، وكلي كويس، كلي بروتينات وكلي خضروات وكلي فواكه. لو الموضوع معاكي كتير جدا وبيتساقط بطريقة كبيرة قوي وانت شايفة ان الموضوع زايد عن حده فعلا، يبقى لازم تروحي تكشفي، عشان ساعات بيبقى السبب داخلي، مش مثلا بسبب حاجة، يعني بيبقى سبب داخلي ومرض. ممكن يكون عندك انيميا، الغدة، الحاجات دي برضو بتؤدي لسقوط الشعر، وفي سقوط شعر بسبب النفسية. فانتي اول حاجة كلي كويس، كلي خضروات، كلي بروتينات، اهتمي بالمية جدا وظبطي نفسيتك. ولو الموضوع معاكي ما تزبطش، طبعا الجأ الدكتور، واستخدمي الزيوت الطبيعية، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، بس يكون من مكان موثوق. تمام. تاني سؤال بتقولي طريقة تدخن. بص انا منزلة اصلا فيديو، انا اوريدي منزلة كل حاجة عشان عارفة الطلبات، طرق تخليكي تتخني، بس ما نزلتش لحد الان ولا وصفة تتخن اللي هي اكل، يعني وصفة اكل تتخن، ولا نزلت اي حاجة من الكلام ده، لان اصلا يعني ما حاولتش افكر في الموضوع، او الموضوع جه في بالي بس مع طول يقولوا حلاوة، كلي حلاوة، وكلي مش فاكرة مربى بالقشطة او حاجة زي كده. فانا هشوف لكم وصفة تتخن، بس لو ناجحة مش هقدر انزل حاجة، يعني ما جربتهاش او ما حدش جربها قدامي. انا هاخد سؤالين النهارده بس كده، لو عايزين نقول اساميكو هقول اساميكو، بس انا ما حبيتش اقول الاسامي. الريفيو بتاعنا النهارده بقى هيبقى عن الجهاز ده. تمام. الجهاز ده بتاع ازالة الدهون، قطع الغيار بتاعته. بصوا مبدئيا كده الجهاز ده جه معاه ال4 قطع دي، وهشرح لكم كل قطعة بتعمل ايه، ومعاه الشاحن ده اهو كده، ده الفيشة بتاعت الشاحن بتاعته، هو اصلا بيتحط هنا كده، وبتسيبيه على الشاحن ساعة او ساعتين، وبعد كده بتقدري تشتغلي عادي وتعملي شفط للدهون. الطريقة بتاعته ايه وواجب كام؟ اولا احنا كنا جايبينه تقريبا ب250 جنيه، من 200 جنيه ل250 جنيه. بقاله قد ايه عندي؟ بقاله بتاع مثلا داخل في السنة كده، عندي بقاله سنة مثلا، اول ما بيتشحن بتدوسي على الزرار ده كده، سمعين صوته، وبيولع لون احمر. انا مش شاحناه فهو مش هيشتغل معانا. تمام اهو، وهو حجمه اصلا قد الايد، وجاي بزاويه بحيث تعرفي تمسكيه كده او تمسكيه كده، ده مكان الصباع بتاعك. تمام. نجي بقى للاجزاء بتاعته. ده اول جزء. نسيت اقول لكم حاجه، ان انت بتعملي السرعات بتاعته من هنا، انت بتدوسي مره فهتيجي السرعه هدي، تدوسي مره السرعه تزيد، تدوسي تاني هو في 4 سرعات، السرعه الثالثه تيجي، الرابعه بقى بتشفط الجلد بطريقه رهيبه. فانا طبعا كنت بستخدم الدرجه الاولى او الثانيه عشان انا بشرتي حساسه، دي بتستعمل للبشره الحساسه، يعني الفجوه بتاعتها حلوه،
يعني هم بيقولوا انها كويسة، ده كده بتستخدم بشدة شوية يعني شديدة شوية على البشرة، دي للبشرة العادية. دي مثلا لو انتي عايزة تعملي على الخفيف كده وعند مثلا خدك بس، بتيجي كده بزاوية تعملي كده مثلا، تركبيه كده وهو طبعا بيشفط، فبتمشي كده على خدك. تمام، دي بقى المفروض انها بتعمل مساج للوش وبتحفز الكولاجين. بس كل ده كلام، كل ده فاتش، محدش يصدق اي حاجة يا جماعة اونلاين، عشان انا دي تجربتي الشخصية. احتراما لاي حد قال ان الجهاز ده كويس وبيعمل كل حاجة، انا بكلمكم وبقول لكم لا، الجهاز ده ما بيعملش اي حاجة خالص، فلوسه راحت على الارض. هو مش مبلغ كبير فيعني ولا حاجة، وكنت انا بجيبه عشان اجربه، عشان لو طلع حلو كنت هجيبه في جهازي، بس انا مش هجيبه في جهازي عشان انا مش هدفع فلوس يعني على الفاضي. اولا دي سبتها شهر، ابتدت تصدي وانتوا طبعا شايفين اهي، وهي بدأت تقشر وتصدي. فحتى دي كمان يعني مش معرفش، مش حديد ده ولا ايه، ولا حاطين حاجة ودهنينها، هي المفروض انها حديد يعني، ولا مش عارفة والله، ممكن تكون بلاستيك بس لا هي حديد يا جماعة، حديد. هي كانت جاية حديد، مش عارفة ايه اللي خلاها كده بصراحة. ماشي، انا استعملت دي واستعملت دي، بصراحة مفيش اي دهون اتشفطت اصلا، غير ان حصل لي بقع وحصل لي حبوب والمسامات بتاعت وشي اتفتحت على الفاضي. يعني انا اتبهدلت، بشرتي اتبهدلت بعد ما استخدمته، ما حبيتهوش خالص لان بيخلي الوش احمر لفترة. انا عندي ان انت تجيبي ماسك كويس، وبماسك كويس للبشرة الدهنية هيسحب لك الدهون اللي في وشك احسن مليون مرة ما تعذبي نفسك، ده غير الالم اللي انت بتتألميه وانت بتعملي. طب اقول لكم حاجة، يعني هو جاي مع مامتي، عاجب مامتي جدا وفعلا بيسحب دهون، بس مامتي بتعمل كل 3 شهور مرة. بعدين مامتي ما بتستخدمش اي غسول ولا بتستخدم اي سكراب يعني، فجاي معاها ان هو كده منضف لها وشها، فهي مفكرة ان هو بينضف لها وشها، بس هو بيشيل رسوب البشرة مش اكتر، ان هي ما بتستخدمش اي غسول، بس هي حباه، مفكرة هو ده اللي هيغنيها عن كل حاجة يعني. بس انا ما برجحوش، انا بغسل وشي بالغسول وبرطب وشي وبحط الكريم المناسب لوشي، فمش محتاجاه في حاجة. وحقيقي صدقوني يعني دهون ايه اللي بيسحبها يا جماعة، واحنا بنحط سمنة في وشنا؟ مش للدرجات دي، بيضحكوا على عقول الناس. في حاجات كتير قوي الايام دي بينزلوها، وكولاجين ومش كولاجين، وبيحفز. هو ايه اللي بيحفز وايه اللي يعني كل الحاجات بتحفز، مفيش حاجة بتهبط ابدا. ادي الـ4 قطع بتوعه، هو عندنا لحد دلوقتي عشان مامتي، لو غير كده كان زمان يرميه اساسا، بس هو بيقع مني، مش طايقني هو كمان. انا حبيت اكلمكم عنه، حبيت اعمل ريفيو عنه عشان حقيقي هو مش عاجبني. السرعات بتاعته، اول سرعة يمكن هادية جدا، فانا بالنسبة لي كان الشفط بتاعها يعني كويس. السرعة التانية برضو زيها، التالتة تعتبر كويسة، الرابعة بأمانة اللي بيستخدمها وبيستحملها ده بيبقى الله يكون في عونه بجد، بتشفط الوش يعني، بتدخل جلدك جوه البتاع دي كده، لو راجل طلعيه بقى بجد. بس انا كنت منبهر بيه اول ما شفته على السوشيال ميديا وفي جروبات كتير قوي اونلاين، الناس كلها عماله تقول بيحفز الكولاجين، بيعمل الكولاجين، كولاجين كولاجين كولاجين. عرفونا على النت بمنتجات كتيرة جدا، انا الايام دي بجرب المنتجات عشان انزل لكم ريفيو، عشان ما تشتروش اي حاجة وخلاص، عشان هما بيضحكوا على عقول الناس كتير جدا. يقول لك مرطب ب 500 جنيه مثلا، وهو يعني ما بيرطبش حاجة خالص بجد. في حاجات كتير جدا. بصوا بمناسبة المرطب، هجيب لكم مرطب، انا مش فاكرة قلت لكم عليه يعني ان هو وحش ولا لا، بس انا كنت جايبه معاكم في فيديو مشتريات، ده كريم الترطيب العميق للقدمين. العميق دي اول كلمه كدابه اساسا، ولا ترطيب ولا عميق، انا حاساه زيت،
او مثلا كريم كده هو ريحته فظيعه، ريحته تحفه، ريحته بالخوخ، تحسي خوخ كده طالع من العبوه بس ما بيرطبش، تحس ان انتي بتحطي حاجه كده الجلد مش بيتشربه مش بيمتصه، زيه زي قلته برضو محدش يجيبه من ماي واي. انا حاليا بدور على مرطب للفوت يكون عميق تمام، بس مش لا. فيا جماعه ما تصدقوش اي حاجه، وادي بعمل لكم ريفيو عن الحاجات اللي موجوده لاني انا اكتر واحده بجرب كل حاجه. باي بنات.